السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاول. اليوم عندنا سماعة فريدة وغريبة ومخيفة، وش تريد توصفها ما ادري. هي سماعة من ريد ماجيك، سماعة الالعاب الجيمنج البودز. هاي سماعة واحدة من السماعات الغريبة الحقيقة، يعني شلون ابدا اوصفها ما ادري شلون. سماعة واحدة من مميزاتها انه تحيط لك بالال اي دي من كل مكان، يعني الانارة الموجودة بيك تحيلك الى انه انت داخل غرفة العاب وجاي تهجم بلعبة ببجي. ليش؟ لان عندك انارة بموضع اللي موجودة بالسماعة بالكيس. كذلك نفس السماعة اللي خرجتها وراح تخليها باذنك راح يطلع لك ال اي دي يحسسك الاضاءة راح تتحرك عندك، لان انا عدي صوت هوسة. الاضاءة جاي تتحرك عندك وي النغمة تتناغم لك وي الصوت اللي موجودة عندك. لو تدري شكو ماكو كان الوضع اختلف عندك. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انه هاي سماعات كذلك موجودة بها ثلاث خطوط لتبين لك الشحن الموجود بالشاحنة او الحافظة مال السماعات. فهذه ثلاث خطوط الحمراء راح تبين لك حتى مراحل صعود الشحن بها موجودة، فشيء جدا ممتاز. وما تفتح راح تنور لك كل الاضاءة الموجودة داير ما داير السماعة. هاي السماعة تتميز بنسبة تأخير جدا ممتاز. هاي نسبة التأخير اللي تقدر ب 39 ملي ثانية. هذا بشنو الموضوع؟ هذا الموضوع يفيد دائما محبين الالعاب، تكون نقل الصوت بنسبة تأخير جدا قليلة، والكثير يسألني على نسبة التأخير بأكثر السماعات اللي جاي استخدمها. فهذا نسبة التأخير راح يلقل لك الصوت بشكل سريع جدا، ما راح يصير عندك تأخير. هاي سماعة تخلي لك نسبة التأخير جدا قليل عندك. كذلك هذه السماعات تنقل لك التفاصيل، وهي لأن شنو؟ لأن هاي دو سبيكر. هاي السماعة تعطيك صوت نقي وواضح وعالي، فكل التفاصيل اللي تحتاجها بالصوت راح تسمعها. المؤثرات الصوتية، إذا استمعت إلى نغمات بهاي السماعة راح تحصل كل المؤثرات الصوتية وبضخامة، بحيث أنت من تخلي سماعات بإذنك راح يعزلك عن الخارج، راح يخلي لك يوفر لك أنه صوت استيريو كأنما قاعد أنت باستوديو، والصوت مجسم من كل الجهات راح يجيك صوت ممتاز. فهذا الصوت راح يعزل لك كذلك الضوضاء، يقلل لك الضوضاء من تخابر بهاي السماعات تستعملها للاتصال، راح يقلل لك نسبة الضوضاء بشكل ممتاز. كذلك راح تكون هاي السماعة اول طراز من نوعها تكون مصممة بالكامل للالعاب او استخدام اثناء الالعاب. ليش؟ لان عندك LED بالاذن والED بالسماعات، راح يعطيك شعور جدا ممتاز بانه انت جاي تستخدم سماعات العاب وانت جاي تستخدم العاب، فراح يحسسك بالحماس خاصة اذا داخل انت مكانات خطرة بالالعاب لعبة ببجي. كذلك نقل الصوت جدا سريع، وهاي السماعات دائما تلعب بيها مع الالعاب القويه مثل ببجي ومثل كيل اوف ديوتي. فهاي السماعه راح توفر لك 20 ساعه من الاستخدام المتقطع مو المستمر. المستمر راح توصل لك ما بين ساعتين الى 3 ساعات اذا كنت تستخدمها استخدام مستمر. بطاريه هذه السماعات تكون 500 ملي امبير، اللي راح تشحن لك السماعات حدود 4 مرات او 3 مرات بالنسبه للسماعه. فراح تطول لك فوق ال 20 ساعه متقطعه، ممكن تطول لك يوم او يومين اذا كنت استخدامك متوسط. اما بالنسبه للشحن السريع راح تكون واحده من الشحن السريع الممتازه، مع انه هذه الشاحنه يو اس بي تايب سي اللي راح تجيك، يعني اي شاحنه عندك موجوده لاي جهاز حديث راح يشحن هاي السماعه بشكل ممتاز. طبعا هذه السماعه تجمع لك ما بين الهدوء وتجسيم، وتحصل على ادق التفاصيل في الصوت اذا كان الصوت الى مؤثرات صوتيه، خاصه اذا تستعمل الصوتيات مثل النغمات او تستعمل فيديوهات، يعني تشاهد فيديوهات على اليوتيوب او على التلفزيون او على تابلت. اي جهاز بي بلوتوث تقدر تربط هاي السماعات راح تشتغل عندك بشكل ممتاز، مع انه سماعات بها البلوتوث النسخه الخامسه، فراح يوفر لك فوق ال 10 مترات او 15 متر انه بعد ما بينك وبين المصدر الرابطه بهذه السماعه، لكن بدون جدران. اذا كان جدران راح يكون المسافه اقل. ليش؟ لان الجدران راح تكون عازل للصوت. فهذه السماعه التضليع الموجود بالسماعه، يعني من فوق راح تشوف عندك شكل معرف معيني او شكل سداسي. فهذه السماعات اذا انت استخدمتها راح تدخل لك بوضع اللعبه المؤشرات الموجوده بالاضاءه ال اي دي، وكذلك التعامل باللمس جدا سريع. هذه السماعه تعامل باللمس، عندك الضغط تنقل او ضغطه توقف او تشغل، كذلك استجابه بالنسبه للرد على المكالمات.
فهذه واحدة من السماعات المتميزة. السعر بالنسبة لهاي السماعة راح يكون 49 دولار ستاندر، لان هاي وكالة عندنا رسمية بالخط المميز، فراح يكون 49 دولار ما يقارب يعني 60 او اقل من 60 الف عراقي، بس هي 49 دولار. انا هذه السماعة بعد تجربتي لها انا اشوفها واحدة من افضل السماعات اذا تريد نسبة تأخير قليل بالنسبة للسماع. وصلت مجسم واستيريو مع عدم وجود ضوضاء بالاتصال، وكل مميزات السماعات الموجودة تلقيها بهاي السماعة. نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.